في أرضنا تداوي وأنفع لو تعلموا إذا وهب الله أرضا وعلما فخلق ابن آدم منها يكون فمنها خلقنا ومنها الشفاء وكل العباد له يطلبون وكل العباد له يطلبون فنأخذ علما بما في الكنوز وما أبرزته بحوث السنين معارف شتى وطب بديع وما قد حواه كتاب الفنون كنوز الطبيعة. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كنوز الطبيعة. يسعدني الحقيقة في هذه الحلقة أن أقدم عن أخي الأستاذ خالد الخضيري هذه الحلقة، والتي هي طبعا من صحبة الضيف الدائم لهذا البرنامج الأستاذ الدكتور جابر بن سالم القحطاني. نحن في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل أيها الأخوة والأخوات سنتحدث عن سرطان القولون في تعريفه، من جانب تعريفه وتشخيصه وعلاجه إن شاء الله. سيكون معنا في هذه الحلقة كما هو في كل الحلقات طبعا ضيفكم الدائم الأستاذ الدكتور جابر بن سالم القحطاني، وهو أستاذ علوم وأستاذ علم العقاقير وخبير الطب الأعشاب والطب البديل. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم. شكرا، حياك الله طارق. أيها الأخوة والأخوات، في بداية هذه الحلقة نريد أن ننبه أو ننوه أنه الدكتور له فعلا يعني له حساب في تويتر. في الحلقة الماضية كما قال لي الدكتور أنه أحد سأل عن هل له حساب في تويتر، الأخوان سيخرجون لنا الحساب أو حساب الدكتور إن شاء الله بعد قليل، سترونه إن شاء الله على الشاشة لمن أراد التواصل مع الدكتور. سنتحدث عن هذا الأمر كذلك في آخر حلقة حتى ننبهكم لهذه القضية. سرطان القولون تعريف وتشخيص وعلاج إن شاء الله هو موضوع هذه الحلقة. مرحبا بكم دكتور مجددا. حياك الله. يا مرحبا. قبل نبدأ أنه دكتور في هذا الموضوع، القولون اسم شائع طبيا أو علميا كما أعتقد، لكنه غير شائع شعبيا. فودنا نعرف ما هو هذا القولون، تعريفه، بعض المداخل لهذا القضية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا القولون هو جزء من الأمعاء الغليظة وهو يوجد جزء من الأمعاء الغليظة وهو يوجد في شكل قناة. هذه القناة واسعة وهي التي ينصب إليها المخلفات، مخلفات الغذاء، والذي بدوره يمتص المواد الهامة مثل الماء وبعض الفيتامينات والمعادن، ثم يخرج الباقي عن طريق الانقباض والانبساط إلى المستقيم ثم إلى فتحة الشرج إلى الخارج. يبدأ القولون بارك الله فيك من المصران الأعور الصغير هذا الزائد. نعم. وهو ينقسم إلى أربعة أقسام في الحقيقة. القولون الصاعد وهو الذي يبدأ من المصران الأعور كما نشاهد على اليسار، ثم الجزء الثاني المستعرض وهو الذي يمتد تحت المعدة مباشرة إلى جنب الكلية. ثم هذا ينزل هو فوق، يعني اللي هو المنحني هذا. نعم. أيوه، المستعرض هو المستعرض الصاعد، ثم المستعرض، ثم النازل. ثم النازل اللي هو على الجهة اليسرى إلى الحوض، ثم يستعرض حتى يصل إلى المستقيم وينتهي بالقناة بالفتحة الشرج. هذا كله هذا هو كل القولون. والقولون عادة مبطن بأغشية مخاطية من أجل تسهيل وانزلاق الكيموس. الكيموس اللي هو الكيموس دائما هو معروف بالبراز أو الفضلات، الله يبارك فيك. فهذا هو يعني هذه وظيفته. نعم، هذه وظيفته. وظيفته الإخراج المخلفات من الغذاء الذي يتناوله الإنسان إلى خارج الجسم عن طريق المستقيم وفتح الشرج. نعم. إذا هذا هو تعريف طوله. هل له طول معين؟ طوله يصل إلى متر ونص. ونص المتر. نعم، هو طويل. نعم. طيب، فيه الآن ندخل لمسألة مهمة، سرطان القولون. ينتشر سرطان القولون في جميع أجزاء القولون أو أنه يعني يكون في مكان محدد؟
هو في قبل ذلك في قولون عصبي نسمع عنه دكتور هو كذا. هو طبعا القولون يعتريه حوالي 6 أمراض. ستة. إيه منها القولون العصبي والقولون الرجبي والقولون التقرحي ومرض كرونز وسرطان القولون وعدم احتمال اللاكتوز. هذه كلها تصيب هذا الجزء من الجهاز الهضمي. إذا نظرنا إلى الجهاز كامل أو أنه فقط في القولون. في القولون لأنه طبعا هو نهاية الجهاز الهضمي. طبعا في أمراض تعتري الأمعاء الدقيقة يعني، بس نحن ما نخوض فيها الآن يعني، لأن احنا نتكلم عن سرطان القولون. بالنسبة لموقع سرطان القولون، هل ينتشر في جميع أجزاء القولون أو لا؟ لا لا ينتشر في جميع أجزاء القولون، إنما يوجد في نهاية القولون النازل الذي قريب من فتحة الذي قريب من المستقيم وفتحة الشرج. نعم. في الركن هذا في الموقع الركني. الأخوان يطلعون الصورة مرة أخرى نشوف. نعم. هذا السرطان. السرطان أنا لا أقصد مكانه الآن، بنحدد مكانه. نعم. اليوم في النهاية. الجزء اللي قريب من النهاية من فتحة الشرج. نعم. المنطقة آخر القولون النازل. هو الذي يتواجد فيه هذا النوع من السرطان، لأن هي سرطانات أخرى مختلفة، لكن السرطان اللي بنتكلم عنه الليلة اللي هو أساسا بنسميه مرض السليلات المخاطية الذي يتحول إلى سرطان. نعم. لعل الصورة هذه الثانية يا دكتور. هذه ليست الثانية، في صورة قبل الحقيقة إذا أمكن. طيب. في الصورة اللي هذه الموجودة الثانية. هذه الصورة اللي هو نهاية القولون النازل الذي يتكون فيه هذا السرطان. فهذه الله يبارك فيك عبارة عن نتوءات أو بروزات تسمى السليلات المخاطية، وبالإنجليزي يسمونها بوليبس. وتعد أمراض حميدة وليست أمراض خبيثة. إذا لم تزال هذه البوليبات أو الزوائد أو الأورام الصغيرة ويتجمع على أحيانا أعداد كبيرة سنتحدث عنها، إذا لم تزال بالتدخل الجراحي فهي مع الأسف ستنمو وتتحول إلى سرطان، والذي نسمي سرطان القولون. فلو نظرنا إلى الصورة يعني الانتفاخات هي في نهاية الفتحة هي أورام. أورام. هي أورام في الركن من القولون النازل اللي هو قريب من فتحة من المستقيم. لو شفنا تكبير للبوليبس هذا اللي هو الزوائد أو الأمراض البسيطة اللي هي صورة اللي شفناها قبل هذه. نعم. شوف هذه الآن بدأت خلاص أصبحت متكورة ورم سرطان. أصبحت ورم سرطاني، فهذا هو سرطان القولون. داخل يكون حجمه كبير أو صغير. أي ممكن أن يكون حجمه كبير. إذا لم يزال. إذا لم يزال. هو ينمو. نعم. هو ينمو كما ينمو أي شيء. فهو طبعًا إذا لم يزال، وبعدين المشكلة أنه ممكن يسد القولون، ممكن يسد وعندها لا يستطيع إنسان تبرد ولا يستطيع أن يعمل أي شيء، خلاص ينسد المنطقة لأنه هو يأدي للمستقيم مباشرة. وش هي بداية اللي يحس بها المريض؟ بدايات قبل ما يقع هذا الشيء. هو طبعا اللي يحس في صعوبة دائما في إمساك وإسهال. ما بينهم. إيه دائما تلبي تبادل إمساك في إسهال، إمساك في إسهال بالدوم. بالإضافة إذا أهم شيء إنه يخرج مع البراز دم. نجي للعظم. لكن لا يعني هذا ذلك. الدم الذي يخرج إن الإنسان مصاب بالسرطان. لأن في أشياء كثيرة تخرج دم مثلها مثل السرطان، وسنتحدث عنها وكيف نشخصها. في تشخيص بسيط الإنسان بإمكانه يعمله في هذا اللي نبغاه، هذا اللي نبغى نعرفه. سنتحدث عنه. لكن الآن نأتي للأسباب وأعراض سرطان القولون. هل هي يا دكتور أسباب ثقافية، يعني طريقة أكلنا، هي طريقة حياتنا، أم هي ترجع إلى أمراض يعني؟ هي الحقيقة عندنا أسباب كثيرة. أولا من الأسباب اللي هي يعني تعطينا هذا الشيء ما يسمى بالوراثة. هذا الوراثة جزء كبير في تكوين هذا المرض، ولذلك تلقى في العائلة يمكن يكون في الأب ثم في الولد ثم في ولد الولد ثم في الولد الولد، يعني في سلالة كاملة، في سلالة كاملة يكون هذا المرض. وعلشان إن يعني كيف إن الإنسان إن يتفادى
تحويل هذه السليلات المخاطية أو البوليبس، هذه الأورام البسيطة، أنه يشيلها قبل ما تتحول إلى سرطان. وجد أنه في السبب الوراثي السرطان، البوليبات هذه التي تنمو في القولون وهي وراثية، أنه يوجد 150 بوليبس، 150 بوليبس متجمعة في مكان واحد في الركن الذي تكلمنا عنه. ثم يبدأ واحد منها يكبر، إذا أنها لم تشال إذا شيلت انتهى الموضوع. ولكن يجب أنه بين الفئة والأخرى أنه يعمل فحص عشان يتأكد أنها ما ظهرت سليلات أو بوليبات جديدة. يعني أي واحد يروح يفحص يا دكتور ولا لا؟ سنتكلم عندما قلنا الفحص أو التشخيص الذاتي أو الفحص الذاتي. كيف الفحص الذاتي قبل ما نتكلم في الأسباب الأخرى؟ الفحص الذاتي أنه فيه شنطة صغيرة تباع في الصيدليات فيها ورق، هذا الورق فيه مواد كيميائية، الشخص يأخذ هذه الورقة ويحطها في الحمام الذي سيتبرز فيه. يتبرز فيه، نعم. ثم يتبرز على هذه الورقة. هذه ورقة تشخص إذا كان في هذا البراز دم فقط، هي لتشخيص الدم. إذا كان في البراز دم تتلون الورقة باللون الأزرق. معنى أن عند الإنسان هذا دم. من أول فحص لا نستطيع نقول أن عنده دم، قد يكون عنده لون، قد يكون عنده حاجة ثانية، قد يكون اللون هذا جاء من أي حاجة ثانية، لكن هو إذا حصل اللون الأزرق فهو وجود دم. لابد يعملها 3 أيام متتالية. فإذا طلع هذا اللون في 3 الأيام المتتالية فعنده إشكالية في القولون من 4 أمراض أو من 5 أمراض التي تنتج دم في البراز، وهي القرحة في المعدة أو الـ12، إنها بتخرج دم والدم بينزل عن طريق هذه البلهارسيا. الناس اللي عندهم بلهارسيا، هي البلهارسيا بتعيش في المستقيم، فيخرج دم على البراز. ثاني حاجة القولون التقرحي، في مرض اسمه القولون التقرحي بالذات سبق تكلمنا عنه في أحد الحلقات. رابعا القولون المرض كرونز، وهو مرض يبدأ بالتقرحات ابتداء من الفم حتى فتحة الشرج، وهذا يعتبر من أخطر الأمراض التي تصيب القولون. لو لاحظنا القولون العصبي ما ينتج معه دم، لو لاحظنا القولون الرجمي ما ينتج معه دم، إذن هي 4 مواد التي والسرطان، إذن 5. إذن عليه يروح يبحث على طول مباشر. وجدوا أن 10% من الذين يجدون الدم في هذا الاختبار لديهم سرطان القولون، أما الباقي فلديهم الأمراض الأخرى، يعني ليس سرطان القولون. فعندما يذهب لفحص سرطان القولون أو فحص سبب الدم الذي وجد في البراز، سيعملون فحص لسرطان القولون عن طريق المنظار، ويشوفونه بأسهل ما يمكن. يشوفون هذه البوليبات المتجمعة، النتوءات البارزة التي تنمو، وقد يجدون 1 أو 2 منها قد كبر نموه وقد تحول إلى سرطان. هنا الكشف هذا يعطي الفرصة للأطباء أنهم يشيلوا هذه السليلات أو هذه البوليبات التي هي انتركت تتحول إلى سرطان القولون. إذن هذا السبب الذاتي. لو جينا الأسباب، لعلك دكتور يعني تسمح لي في اتصالات. تفضل. معنا أم عبد الرحمن من الخارج، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت دكتور ممكن أسأل؟ تفضلي. أنا عندي مشكلة، عندي شارج في شرخ فتحة الشرج، نعم، مع بواسير، نعم، داخلية، نعم. لو سمحت ممكن يعني نجاوب بإذن الله. طيب. نعم. علياء من نجران، السلام عليكم. علياء. هلا. السلام عليكم، تفضل يا أخت علياء.
تفضلي. إذا أمكن ألو تفضلي. يخفض التلفاز لو سمحتي، والله هذا السؤال دائما نقوله. تفضلي يا دكتور. أنا عندي إذا طلعت شعر اليد بتنفخ لباتي، يعني قبل 3 أيام هي مورن شعر. أيوة أعيد السؤال من فضلك. أنا إذا طلعت شعر لباتي جيت أنا هنا من المقرص بعد الورن عند الحلاقة يعني. هلو. أيوة أنا فهمنا السؤال، الله يبارك فيك، وضحي لنا السؤال. أنا إذا طلعت الشعر اللي في يداتي. أيوة الشعر اللي في يديك. يديك. أيوة. طيب. تورم يداتي، زي كان في هنا من قرصها وبعدين تتنفخ كامل هاليد. أيوة. نعم، أنت إيش تستخدمين الله يبارك فيك لإزالة الشعر؟ الحلوى. هي الحلوة. طيب نجاوب. طيب شكرا جزيلا، نجيب عليهم صح. محمد أبو محمد من قصيم، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير دكتور. حياك الله. مرحبا دكتور، حبيت أسأل بموضوع يعني يمكن يختلف عن الموضوع هذا. اللي هو موضوع هرمون الأبايض SH، هرمون الغدة الدرقية النخامية. إيه النخامية. نعم. إيه ارتفع مرتفع إلى نسبة 30 في اليوم السادس من الدورة. أيوة. العمر 40 بالنسبة للحرمة. إيه نعم. هل في علاج تخفيضه يا دكتور؟ نجاوب بإذن الله. الأخت ريم من القصيم، السلام عليكم. الأخت ريم معنا. ألو. تفضل يا أخت ريم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. انقطع اتصال. طيب شكرا جزيلا، نجيب عليها دكتور. أم عبد الرحمن الخرجي، يعني تكون مشكلة في شرخ ومع بواسير. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة للشرخ عادة يحدث عندما يكون هناك بواسير، مع البواسير دائما، لأنه بيكون فيه تعنس وبيكون فيه دائما إمساك. ولذلك يجب على الناس الذين يعانون من دائما البواسير أنهم يتعاطون مواد لا تسبب الإمساك، يعني تخلي الإخراج يكون لين. بالنسبة طبعا إذا شوفي الإمساك زال الشرخ. بالنسبة للبواسير ففي وصفتين، وإحنا قد تكلمنا عنها في قبل هذه الحلقة، وهي الحقيقة وصفات جيدة وتزيل البواسير تماما. الوصفة الأولى، ويقد دائما أحيانا بعض الأطباء يضحكوا عندما نتكلم عن بعض الوصفات الشعبية، ولكنها في الحقيقة وصفات هي علمية وكيميائية. ومخ الجمل، مخ ساق الجمل، يعني يكسر، يذهب الإنسان إلى الجزار ويأخذ ساق الجمل ويكسره، ويمكن يستخدمه لأنه ممكن يجلس عنده حوالي 15 يوم 20 يوم في الثلاجة. إذا حضر يأخذ من المخ مثل حبة الزيتون ويدخلها في فتحة الشرج مرة في الصباح ومرة في المساء، وبإذن الله خلال 5 أيام، خلال 5 أيام تنتهي ينتهي شيء اسمه بواسير. سبحان الله. عادة البواسير ممكن تخرج خارج فتحة الشرج، فأفضل طريقة الناس ينزعجوا عندما تخرج، وخاصة عندما يتبرز ويتعنت، فتخرج تنزل بواسير خارج فتحة الشرج ويخاف. هو انتفاخ. هو أساسا اسمه دوالي. دوالي بس دوالي كبير. دوالي كبير. يؤخذ زيت خروع وتدهن اليد، ثم ترجع البواسير باليد ولا في أي مشكلة. ففي العلاج هذا العلاج إذا هو أيسر لك، لكن في علاج ثاني أيضا يسير وجيد، وهو يؤخذ 2 كيلو من أقمع الباذنجان، ويؤخذ التاج اللي فوق الباذنجانة هذا اللي في ورق، ويفرد في مكان ظل ما هو في الشمس، وحتى يجف تماما، ثم يسحق
يوضع في علبة، ومن العلبة هذه يؤخذ ملعقة مع سمن بلدي ويعجن ويكون منه تحميلة. هذه التحميلة تدخل في فتحة الشرج مرة في الصباح ومرة في المساء، ويكرر هذا الشيء حتى الشفاء بإذن الله. بالنسبة إذا شفيت البواسير هذا فإن شاء الله الشرخ يطيب، لكن الشرخ أيضا له وصفة. الشرخ أنه يؤخذ كميات متساوية من الآتي: من الصبرة والحبة السوداء والمرة والخواجوة، كميات متساوية، نقول مثلا نص كوب، وتسحق وتنظف وتوضع وتمزج في وتخلط في 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 علبة، ثم يضاف لها ربع فنجان من الشبة البيضاء وتخلط معها، ثم بعد ذلك ينظف الشرخ إذا كان خارجي بديتول، ثم يضر عليه من هذا المسحوق ويوضع عليه لاصق. إذا كان الشرخ داخلي فيعمل تحميلة من هذا المسحوق بأخذ ملعقة وخلطها مع ملعقة من زيت الزيتون وعمل منها تحميلة، والتحميلة هذه تدخل في فتحة الشرج إذا كان الشرخ داخلي، ومرة في الصباح ومرة في المساء، والاستمرار عليه حتى شفاءه بإذن الله. لكن أهم شيء أنه دائما الشخص المريض بهذه الأشياء أنه يأكل كمية كبيرة من خضروات والفواكه، لأن خضروات والفواكه فيها ألياف، وهذه التي تمنع الإمساك، لأن الإمساك هو الذي السبب. نعم. أخت علياء تقول يعني كل ما تنزع الشعر يخرج دم، هذا اللي فهمت منها. ايوه، هو وتنتفخ الجلد. انا اقول ان بعد ما تنزع الشعر تماما تنتهي منها على طول، تدهنها بزيت زيتون. زيت زيتون، هذا زيت زيتون ان شاء الله ما يبردها تماما ولا يظهر انتفاخ ولا يظهر اي شيء باذن الله. ابو محمد من القصيم يقول هرمون المبايض اللي اس اتش يعني النخاميه، هرمون الغده مرتفع، الغده النخاميه عندي. نعم. انا اقول انه فيه المراميه ياخذ تاخذ ملعقه صغيرة على ملعقة كوب ماء مغلي، تترك لمدة 15 دقيقة ثم تصبها وتشرب بمعدل 3 مرات في اليوم لمدة 20 يوم. نعم. ثم تعمل تحليل بعد ذلك بإذن الله. ولا تجاوز 20 يوم. لا، لأن المرمية إذا خطيرة. إذا 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 استخدمت لفترة طويلة لها بعض المخاطر. نعم. نعود إلى الأسباب التي تؤدي إلى سرطان القولون. إذن إذا ذكرنا السبب الوراثي بشكل سريع، يعني الاختبار الشخصي أو الاختبار في البيت، وش اسم اختبار الدم في اختبار الدم الورق هذا له اسم اختبار الدم، بس اختبار الدم في البراز يروح للصيدلية. الشيء الثاني الله يبارك فيك إنه العوامل البيئية والطعام يعدان من أهم أسباب السرطان. الطعام هذا اللي احنا نتناوله، لان فيه كثير من البدا من عندما الفواكه والخضروات يرشونها بالمبيدات الحشريه، المبيدات الحشريه تسبب اساسا السرطان. الاطعمه كلما كانت الاطعمه فيها دهون، وكلما كان فيها دهون حيوانيه وليس دهون نباتيه، الدهون الحيوانيه هي الاساس. ولذلك نقول دائما الانسان بعد سن الأربعين عليه انه اذا قدر انه يلغي اللحم الاحمر باي حال من الاحوال، والدهون الحيوانية بشكل كبير هذه، ويتحول غذائي إلى الغذاء إلى ما يمثل 75% من الخضر والفواكه، وأيضا الأسماك وبعض المحاصيل الزراعية الحبوب، وهي مهمة جدا في هذا اللي الحين سنتكلم عليها في النصائح هذه. إذا الطعام هو أحد الأسباب التي تحدث سرطان القولون. التقدم في العمر، كلما تقدم الإنسان في العمر كلما يعني جاء هذا المرض، لأن الناس من الكبار في السن أولا لا يشربون ماء بكميات كبيرة، لا يتغذون تغذية جيدة، لا يعني ما يفضل أنهم يأكلون خضر أو فاكهة، وهذه الخضر والفاكهة هي التي دائما فيها ألياف، وهي التي تمنع التكتلات الموجودة في القولون، والذي على إثر ذلك يصاب الشخص بالسرطان. عدم ممارسة الرياضة البدنية، يعني كلما كان الإنسان متين عادة كلما أصيب بهذا المرض، بهذا النوع من الأمراض. ولذلك هي سلسلة، إحنا قلنا الوراثة، الوراثة جزء، جزء نعم، لكن فيه مسببات أخرى للسرطان غير الوراثة. التدخين وهو ويعد سببا رئيسيا بنسبة 30 إلى 40%، يعني الناس الذين يدخنون
عرضة للإصابة بنسبة 30-40% من غيره من الناس يعني، وهذه نسبة كبيرة جدا جدا. المشروبات الكحولية هذه أيضا لها نسبة كبيرة، ممكن الناس الذين يتعاطون المشروبات الكحولية يصابون بهذا النوع من السرطان. نقص الألياف والكالسيوم في الطعام، وأنا قلت الألياف اللي هي إن الإنسان ما يأكل خضر وفواكه والمحاصيل الزراعية، ولذلك ما بيكون غذاء بيكون خالي من الألياف، وبذلك ممكن يصاب. والكالسيوم أيضا، الكالسيوم كلما قل الكالسيوم عند الإنسان كلما كان عرضة لمرض السرطان، والكالسيوم مهم جدا، يجب دائما يعني نتغذى من المواد اللي فيها كالسيوم، والمواد اللي فيها كالسيوم هي دائما الحبوب زي القمح وزي الشعير وزي الشوفان وزي الشيلم وزي القاودار والعدس وما أشبه ذلك، هذه كلها تحتوي على كمية كبيرة ليست من ليس فقط من الكالسيوم إنما من المعادن الأخرى التي يحتاجها جسم الإنسان. والفيتامينات هي غنية بالفيتامينات، لذلك إحنا بعد سن 40 حتى قبل سن 40 إحنا نحتاج إلى غذاء يكون فيه فيتامينات ومعادن وأحماض دهنية وأحماض أمينية أساسية، هذا اللي نحتاجه في الغذاء، ولا نحتاج إحنا الرز والكبسة واللحم والحاجات هذه، لا إحنا المفروض نقلل منها، نقلل منها وإلى بدل نوقفها ونتجه إلى الأسماك، نتجه إلى الأسماك، الأسماك أولا جيدة وفيها الأوميغا والبروتين الذي فيها يغني عن اللحوم الحمراء، يغني في النباتات فيها بروتين، تغني يعني الفول، تغني الفول والعدس كلها مليانة بروتين، وفول الصويا كلها مليانة بروتين، بإمكاننا نستغني عن اللحم بأفضل ما يمكن. الإمساك أو الإسهال الدائم، كلما كان عند الإنسان إسهال وإمساك إسهال وإمساك، هذا عرضة أنه يكون عنده سرطان القولون. السمنة في الرجال، السمنة في النساء سبحان الله ما يجيهم شيء، لكن السمنة في الرجال، ولعل الهرمونات الأنثوية في النساء الأستروجين وما أشبه ذلك لعلها هي تكون المانع ضد هذا المرض، لكن بالنسبة للرجال الذين يعانون من السمنة هذا ولا أكثر عرضة للسرطان من غيرهم. مضادات الحشرات تعد من أكبر المخاطر اللي هي الحاجات اللي هم بيرسوبها، لأن كثير الوعي عند الفلاحين معدوم، صور أنه الفلاح وخاصة من إخواننا هذول اللي الغير شعوديين الذين يأتوا العمالة ويشتغلوا في زراعة يرسوم بالمبيدات الحشرية بدون حجم معين من هو معمول لهم تركيز، لكن إيش المشكلة إنه ممكن بعد رشه بساعة يذهب ويأكل من الخيار هو نفسه، أيوة، أو من الطماطم أو هو نفسه، وهذه حصلت. كان عميد زراعة في يوم من الأيام أخذ طلابه إلى مزرعة في المزاحمية عشان يوريهم الهادي، فجو فيه واحد عامل في المزرعة وإذا هو يرش الخيار ويرش الطماطم، ثم جاء يشرح لهم الدكتور الحازمي عن المبيدات، فإذا الأخ هذا قطف لهم ودوبه رشها قدامهم، قطف لهم هذا يقول تفضلوا كلوا، قالوا كيف؟ استغرب سأله كيف نأكل أنت ما عندك؟ قال لا أكل، وأكل قدامهم ما عندهم خلفية، ولذلك ممكن يأخذوها بعد الرش ويروح يبيعها على طول، وهذه فيها مشكلة، وهذه اللي بتسبب يعني لازم لها فترة معينة بين الرش على الأقل 16 يوم إذا رشيتها أي حاجة، على الأقل 16 يوم أو في بعض المواد لا إلى 4 أيام على أساس أنك تتفادى ضرر هذه المبيدات. الإنتاجات تجينا بشكل سريع ما هو هذا الوعي، الوعي غير موجود، ولذلك يعني يوميا الخضار والأشياء لازم تجينا يوميا. لو سألنا أنفسنا لماذا السرطان انتشر في السنوات الأخيرة، هذا هو اللي نسأل عن دائما، هذا هو من يوم بدأت المواد الكيميائية توضع في الأسمدة، الأسمدة أيضا لها دور، ومن يوم بدأت المبيدات الحشرية الكثير الأكثر منها في رش الأدي، من أول ما كان يعرفون المزارعين شيء اسمه مبيد حشري، ما كانوا يرشونها، كانوا سبحان الله يعني المادة على ما هي أورجانيك، يعني ما يتعرض لأي حاجة. ولذلك الآن فيه لا مصدق في بعض المحلات تبيع أورجانيك، يعني فواكه وخضار ما رشت بالمبيدات ولا وضع سماد كيماوي سماد طبيعي، سماد طبيعي،
فهذه أفضل، ولو أنها أغلى لكن صحة الإنسان أهم من كل شيء. إذن المضادات هذه، الناس الذين لديهم نسبة حديد عالية، الناس الذين لديهم نسبة حديد عالية، الناس الذين لديهم نسبة حديد منخفضة يعني ما عندهم مشكلة. لكن في ناس لما يفحصهم يقول لك لازم انك تتبرع في السنة مرتين أو ثلاث مرات عالية، لأن عندك نسبة الحديد عالية في الدم ولازم انك تخفضها. هؤلاء أيضا من الناس الذين يصابون بسرطان القولون. نعم طبعا هذه الأسباب كلها نسب علمية معينة، يعني هذا 30% وهذا 40%، هي نسب، هي نسب، وهذا لا والله أقل وهذا أكثر، هي نسب أعلاها المدخن كما عرفت التدخين والمشروبات الكحولية ومضادات الحشرات، مضادات الحشرات طبعا الوراثي، هذا وراثي لكن 10% لكن يجي حتى يمكن أقل من ذلك. نعم نعم. طيب الآن ننتقل إلى العلاجات يا دكتور، يعني نأخذ العلاجات والنصائح حول هذا الموضوع. نعم طبعا العلاجات هي الحقيقة كثيرة، طبعا الصور اللي سنتعرض أعضائها لا نأخذها الآن لأنه فيه علاجات قبلها. أولا ينقسم العلاج سرطان القولون إلى 4 أنواع من العلاج. النوع الأول العلاج الجراحي، وإحنا قلنا إنها تستوصل هذه البوليبس أو هذه السلالات المخاطية قبل تحولها إلى سرطان. إذن هذا نوع من العلاج، إنك تعالجه من الأساس، تقضي عليه، تنهيه بالتدخل الجراحي. إذن الجراحة أول وأنجح علاج لهذا النوع من السرطان. ثاني حاجة العلاج الكيميائي، فيه مركبات كيميائية معروفة والتي نعرفها لما نقول والله الواحد على الكيماوي، صحيح يأخذ كيماوي، هذا أيضا تلعب دور إذا كانت في الطور الأول، هذه تقضي على البوليبات. إذا تطور ما إذا تطور قد يفيد العلاج إذا كان الإنسان صغير في السن، لأن سبحان الله الكيماوي مع الناس الذين تعدوا 50 قد لا يعطي أي نتيجة. ولذلك تلقى بعض الناس إذا أصيبوا بسرطان وهم في 60 يقول والله ما نقدر نعطيه كيماوي لأنه أنت ما تتحمل الكيماوي، وإذا أعطوه يمكن يموت من ثالث أو رابع جرعة لأنه لا يتحمل الكيماوي. النوع الثالث العلاج الإشعاعي، ولذلك إحنا نعرف دائما أنه ناس يعالجون بالكيماوي ثم يعطون الإشعاعي على أساس أنهم خلصوا على السرطان. فيه العلاج بالبيولوجي من جينات، يأخذوا جينات معينة ويمكن يستخدمونها في علاج هذا النوع من السرطانات، وهذا شيء حديث يعني لا زالوا عليه دراسات. ناجي إلى العلاج بالأعشاب، لو وجدنا الأعشاب، في أعشاب مهمة مثل الشاي الأخضر، لو أخذنا الشاي الأخضر الله يبارك فيك. طيب هذا هو دكتور، هذا الشاي الأخضر طبعا، وأفضل شاي هو النوع المسمى أولو. أولو أولو هذا لو الإنسان شرب يوميا 3 أكواب بعد كل وجبة وليس لديه سرطان فلن يصاب بالسرطان بإذن الله على الصحة. وهذه بناء على دراسة عملت في الصين على قرية كاملة لم يحدث أن أصيب أحد من هذه بالسرطان القرية بالسرطان أبدا. فلما بحثوا الأسباب وجدوا أن الناس الذين يشربون هذا النوع من الشاي هم الذين لم يصابوا بالسرطان. دراسات مسحية ولا تجريبية؟ لا تجريبية يعني متربة. الشيء الثاني أن هذا الشاي لو حدث الإنسان أصيب بسرطان فهذا الشاي يوقف انتشار هذا السرطان، يعني يوقف انتشاره، وهذا طبعا شيء جيد. ناخذ ولذلك انا اقول ان على الانسان ان يشرب بعد كل وجبه وليس بين الوجبات، وهو افضل لانه ايضا حارق للدهون، انه يشرب بعد كل وجبه كوب من الشاي الاخضر. ناخذ شيء معين ولا اللي ذكرته اللي ذكرته هو افضل او اذا ما وجدك هو اي شاي اخضر، أي شاي أخضر. نعم. من الشاي الصيني، لان في شايات ترى تباع الان على الطرقات يكون شاي الاخضر، هذا ليس شاي اخضر لان الشاي الاخضر لا يمو عندنا في المملكه باي حال من الاحوال.
ومبيعون في رباط وفي حزم وليس أخضر، هو من 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 مجموعة من النعاني. لو نأخذ النوع الثاني الآن، هذه الزهرة والنبتة هذه دكتور لم تطلع معنا الآن، أي هذه حشيش القنفذ، هذه من أكثر النباتات التي تستخدم في جميع أنحاء العالم، ويوجد فيها شركات مخصصة فعلا لنبات الإكنيزيا، اسمه بالإنجليزي إكنيزيا لكنه اسمه حشيش القنفذ. الجزء المادة الفعالة موجودة في الزهرة والموجودة في الجذور. وجدوا أن هذا النبات أولا أنه قاتل جيد للفيروسات وللبكتيريا. أي فيروسات بكتيريا؟ أي فيروسات بكتيريا. ثاني حاجة أنه من أقوى المواد التي تقوي جهاز المناعة. والشخص المصاب بالسرطان يحتاج إلى شيء يقوي مناعته، لأنه عادة يضعف الجهاز المناعي عنده، فلا بد أن نعطيه هذا المستحضر، وهذا المستحضر موجود في السوق وجرعة بسيطة جدا وآمنة، يأخذ كبسولة صباحا وكبسولة مساء، وهو من الحاجات الجيدة التي موجودة في الصيدليات، هي موجودة في محلات الأغذية التكميلية وليس في الصيدليات. الأغذية التكميلية نعم. لو نظرنا إلى العشب اللي بعده، الهندباء البرية يسمونها شيكوري، يمكن نشوفها، هذه هي، إيه هذه الهندباء البرية، هذه الله يبارك فيك، وجدوا أنها أولاً تساعد الكبد على العمل الجيد، وعمل الكبد على العمل الجيد أيضاً لها دور، والعصارة الصفراء ولها دور أيضاً في منع السرطان، ولذلك يعطى بمعدل 3 حبات يومياً، ويوجد مستحضر مقنن في السوق، وأيضا هو دائما يوكل مع السلطات ولكنه لا يوجد عندنا في المملكة. في أوروبا تلقاهم يبيعون عليها تربط ويأكلون مع السلطات، وهم يأكلون لهذا الغرض، لأنه أولا يحمي الكبد من أشياء كثيرة ويقوي الكبد، وأيضا يكسر من انزيماته إذا كان في مشاكل، وأيضا له دور كبير في سرطان القولون. اللي بعد نفل المروج اللي يسمى رد فلور، والنفل ترى عندنا في المملكة نفل، هو ابن عم نفل الفروج، هذا نفل المروج ما يوجد عندنا، يزرع هو، لكن يوجد عندنا النفل البلدي، لكن ليس فيه المادة الفعالة الموجودة في نفل المروج، وهو يشبه إلى حد ما حشيش القنفذ. إذا ما وجدنا حشيش القنفذ ممكن نأخذ نفل المروج، وفيه مستحضر له موجود في السوق بإمكان يؤخذ بأمان. الجنسينج اللي بعده وهي جذور، الجينسينج البرازيلي المعروف، هذه الجذور ايوه يسمونه سوما. طبعا الجينسينج فيها انواع من الجينسينج، في الجينسينج الامريكي وفي الجينسينج الكوري وفي الجينسينج الصيني وفي الجينسينج الهندي وفي البرازيلي. البرازيلي هذا النوع يستخدم على نطاق واسع لانه بيقوي جهاز المناعه، ولذلك يعطى في مثل هذا المرض. طب ناخذ اتصالات الدكتور ونرجع للجينسينج مره ثانيه، انه في كلام معنا. نوره من الدمام بالبدايه يا شباب، نورة من الدمام، السلام عليكم، تفضل. السلام. تفضل. عليكم السلام. لو سمحت أحب أسأل الدكتور. تفضل دكتور معك. الدكتور سألك عن حصوة المرارة، هل لها علاج؟ نعم، تفضل. غير ما ذكرته لنا بالحلقات الماضية، نعم. اللي هو الفيت البديل. هذا لم نحصل عليه دكتور نهائياً. طيب. السؤال الثاني، هل الكولاجين يفيد في التجاعيد؟ هل؟ كريم الكولاجين. الكولاجين؟ أيوه يفيد في التجاعيد. يفيد ليش؟ التجاعيد. تجاعيد. نعم. كولاجين يا دكتور. أيوة الكولاجين. أو كولاجين. أيوة الكولاجين. أيوة. نعم. يفيد تجاعيد. يفيد تجاعيد. طيب. نعم. سؤال آخر. شكرا. أم أنس من نجران. أم أنس. تفضلي. ممكن سؤالك؟ تفضلي. سؤالك. تفضلي شفخلي. علاج النقط البنية ايوه اللي في الوجه، ايوه اللي في الوجه بعضها اسود، يعني زي الكلف. ايوه اي نعم. طيب غيره. وعلاج تقوية النظر ايوه. طيب في الحلوى، ليش في بديل الحلوى
بديل للحلوى، بديل للحلوى، بديل للحلوى لإزالة الشعر. إيه طيب. أم علي من نماص، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. لو تسمعينا من، لو سمحتي يا أم علي تسمعينا من الهاتف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بالله ممكن أسأل الدكتور؟ تفضلي دكتور. جزاك الله خير يا دكتورة. وشو علاج البواق اللي في الوجه وفي الجسم؟ والسؤال الثاني، أبغى أسألك عن البهاق، فين بدأ أول ما ظهر في أي مكان من الجسم؟ والله ماني متذكرة وين بدأ، بس إنه في الوجه وفي الجسم، في وجه الوالدة وفي جسمه. أيوة، الأبيض ولا أحمر؟ اللي في الجسم أبيض لكن في الوجه أحمر. أيوة طيب. والسؤال الثاني الأسنان عندي دائما مع أني أفرشها وأهتم بنظافتها ولكنها تتكسر وفيها سوسة جميع الأسنان كلها، لا الأضراس ولا يعني المقدمة كلها تسوس. طيب نجاوبك. طيب والسؤال الثالث الله يجزاكم خير، فيه علاج للش اسمه علاج المرض، علاج للثعاليل. ليش الثعاليل؟ إيه الثعاليل، الثعاليل هل هي رطبة ولا جافة خشنة؟ يعني صغيرة كذا. ما أيوة فين، في أي مكان، في الأيادي ولا فين وفين؟ لا في الوجه. في الوجه صح. إيه هل هي صلبة ولا رطبة؟ هل هي صلبة إذا مسكتها صلبة ولا ناعمة؟ يعني لا ناعمة. إيه طيب نجاوبك. طيب شكرا جزيلا لك يا أم علي، بقي معنا 7 دقائق يا دكتور. طيب نجيب عنها بشكل سريع. نورة من الدمام، حصوة المرارة تقول علاجها. أولا تكلمنا عن الفجل الأسود أو البنفسجي، هذا أفضل علاج حصاة المرارة إذا لم يوجد. كثير من الناس يقولوا ما وجدوه لأنه يوكل حبة في الصباح حبة في المساء. إذا لم يوجد فيوكل الفجل الأحمر العادي الجذر حقه حبتين صباحا وحبتين مساء، ويستمر عليه لمدة 10 أيام، ثم تحلل شوف إذا كانت الحصوات لا زالت موجودة أو لا. في مادة الكولاجين، الكولاجين يفيد في، هو الكولاجين هو بروتين من الجسم الإنسان، لذلك هو فيه مستحضرات منه، إما عليها حقن أو عليها دهان أو عليها حبوب توخذ تبليل الأنسجة، فيها فعلا لها دور، تلعب دور في التجاعيد. نعم. أم أنس من نجران تقول علاج النقط البنية، الكلف هو عادة، نحن تكلمنا عن جوزة الطيف إنها تسحق سحق ناعم، ثم تخلط مع زيت اللوز المر، عليها عجينة رخوة، وتحط على مواقع الكلف مرة واحدة في اليوم، وتترك لمدة ساعة كاملة، وتكرر هذا حتى يزول الكلف بإذن الله. نعم. عندها علاج تقوية النظر. تقوية النظر هي تقوية، فيه العوسج، ما أدري إذا كانوا يعرفون العوسج، مشهور في جميع مناطق المملكة، ثمرة حقته صغيرة إذا بدأت تحمر تأخذ وتفقع ويوضع معها في العين. هذه لها دور في تقوية النظر. نعم. تقول هل فيه شيء لإزالة الشعر غير السعج؟ نبات السعج. إيه، وهو أخضر طازج. هذا نبات السعج يأخذ ثم يفرم في فرامة، ثم يزال الشعر من المناطق اللي فيها شعر، ثم بعد ذلك يطبق، يوضع لبخة ويترك حتى يجف تماما، ثم يغسل بماء دافئ وصابون، وهذه بإذن الله تقضي، يعني ما عاد تستخدم أي مزيل للشعر. أم علي تذكر أنه علاج البهاق في الوجه والجسم، البهاق فيه البهاق وفيه البرص، وحين أنا سألتها فين بدأ. البهاق دائما يبدأ إما فوق تحت الحاجب أو في الرقبة أو في أي مكان من الجسم عليها بقع بيضاء صغيرة، هذا البهاق. أما البرص يبدأ في الشفايف أو بين الأصابع. إذا كان بدأ لدى والدتها، لأن تقول والدتها نعم، أول ما بدأ بين الأصابع وفي الشفايف، هي لا تعب نفسها، ليس له علاج بأي حال من الأحوال، هذا برص وليس معدي. وحتى البقاء البهاق، الناس يخافون يقولون ليس معدي البهاق، يعني الكذب نشيل البهاق ومن إيه البهاق، الأسواق هذه ما يموت البهاق، لا علاج البهاق لا، لكن البرص لا. البهاق فيه مستحضر يباع في عطارة روح الطبيعة في مخرج 5 الدائر الشمالي، ممكن يذهبوا ويأخذوا ويجربوا على نقطة معينة فقط لمدة شهر، فإذا تحولت النقطة هذه رجعت إلى لون الجسم
في يكملون على المناطق الباقية. نعم. الأسنان تتكسر عندما الأسنان ليس لها إلا مراجعة طبيب أسنان. ما نقدر نفني في نفتي في الأسنان لأن في أطباء أسنان يقدرون يشتون فيها. نعم. علاج الثالين. الثالين نعم. أنا سألت إذا كانت خشنة فلها وصفة مميزة تقدر عليها الحبة السوداء مسحوقة مع عسل على عجينة توضع عليها كل 12 ساعة هذه تزيلها خلال 5 أيام. أما إذا كانت ناعمة وهي قالت أنها ناعمة فهذا ليس لها إلا الليزر. نعم. نعود للعلاجات الدكتور بشكل سريع. الجينسينج اللي ذكرته. الجينسينج ذكرنا أنه هو من الحاجات يأخذ كبسولتان 3 مرات في اليوم وهو من الحاجات اللي تعطي تقوي جهاز المناعة. في البروكلي في ست جونز هذه حشية القلب هذه أيضا لها تلعب دور في تقوية جهاز المناعة. نعم. اللي بعدها البروكلي وهذا البروكلي يمكن نشتريه دائما من الكارفور ومن أي تميم من هذه ومن أحسن هذا وجدوا عليه دراسات إنه يمنع حدوث السرطان فيجب إن علينا إن إحنا مع السلطات إن نأكله يومي مع سلطات. نعم. اللي بعد الطماط طبعا اللي بعدها الثوم ما جت الثوم مهم جدا انا ما ادري ما كانت موجوده اللي بعدها الثوم عندي ما هي موجوده لكن موجود. الثوم من الحاجات المشهوره ويجب ان يؤكل في الصين بعد كل وجبه يوميا حتى للانسان الصحيح ناس يخافون من رائحته يؤكل حبتان من الفول المنبت او غصنين من البقدونس تزيل الرائحه لو يا دكتور المخلل الثوم ايش المخلل ممتاز والمشوي ممتاز وفي حبوب الآن من الثوم والمفروض أن الإنسان يومي حتى اللي ما عنده أي شيء إنه يأخذ حبتين بعد كل وجبة. نعم. أيوة اللي بعده طماطم هذا اللي ذكرناه الطماطم 3 حبات متوسط الحجم تشوى في فرن لا تأكل كما هي طازجة تشوى في فرن ثم توكل مع وجبة العشاء يوميا. اللوز البني هذا يوكل قطة اليد مرة واحدة في اليوم لأنه من الحاجات التي تقوي جهاز المناعة وإحنا نحتاج إلى جهاز مناعة. الأخيرة في هذه بذور نبات البلقاء هذه بذور نبات البلقاء أيضا لها دور كبير في منع انتشار السرطان يعني ما ينتشر إذا وقع وأيضا تلعب دور كبير في الجهاز المناعي. نجي لآخر العلاج هذا اللي هو ذكرت له هي في مكملات غذائية مكملات هذه أيوه. اللي هو DHA لهرمون الغدة الكظرية هذا وجد ويأخذ حبة واحدة في اليوم وجد إنه من أفضل المواد في منع السرطان إذا قبل حدوثه وأيضا عدم انتشاره عندما أو الحد من انتشاره عندما تأخذ عند الإنسان سرطان. نعم. ودي أسألك في آخر دقيقة دكتور يعني مصادر أخذ هذه الأدوية من وين يا دكتور؟ من أماكن طب بديل لها؟ هو عندنا هنا في المملكة أماكن اسمها محلات الأغذية التكميلية أو الأغذية الصحية هذه تباع فيها المواد هذه والمصرحة من قبل هيئة الغذاء والدواء ولها أماكن تباع فيها يعني عندك طبعا ما نبغى نذكر أسماء ولا نذكر في بعض المرات مركز الفيتامينات والأعشاب هذا يمكن في الرياض حوالي 30 فرع وهي موجودة فيه تباع فيه المواد اللي تكلمنا عنها وفي أيضا محلات غذائية أخرى توجد فيها هذه المواد. حساب الدكتور يا أخوان قبل أن نختم طيب نزلوا الآن على كل حال يا دكتور أنا إذا كان باقي فرصة للنصائح لأنها مهمة جدا ولا والله لو ترحلون الحلقة القادمة إيه إن شاء الله لأن النصائح الحقيقة مهمة جدا هي ثقافة عامة يعني إلا أنها النصائح هذه أولا طريقة الأشياء التي يجب أن لا يأكلها المصاب بهذا المرض وطريقة الأشياء التي يأكلها هذه مهمة جدا سنتحدث عنها في الحلقة القادمة بإذن الله. شكرا لك يا دكتور بارك الله على ما قدمت لنا قدم لنا الدكتور الأستاذ دكتور جابر بن سالم القحطاني أستاذ علم العقاقير وخبير طب الأعشاب والطب البديل في هذه الحلقة عن سرطان القولون. أسأل الله سبحانه وتعالى من لم يصب بها ألا يصاب به وأسأل الله عز وجل من أصيب به أن يشفيه شفاء عاجلا وأن يجمع له بين الأجر والعافية. نلتقيكم في الحلقة القادمة وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنوز الطبيعة في أرضنا تداوي وأنفع لو تعلمون إذا وهب الله أرضا وعلما فخلق ابن آدم منها يكون فمنها خلقنا ومنها الشفاء
وكل العباد له يطلبون وكل العباد له يطلبون فنأخذ علما بما في الكنوز وما أبرزته بحوث السنين معارف شتى وطب بديل وما قد حواه كتاب الفنون.